تعالوا نشوف قطاع المواد الأساسية هل بيلعب دور في ضغط هذه الشركات؟ نعم، هذا هو كنت حاطط عليه أنا، هذا مؤشر المواد الأساسية. سلبي ليش سلبي على اليومي؟ لأنه كاسر ترند من هنا لهنا، شايفين هذا الترند الفرعي من قاع 7 مرورا لقاع 9 مكسور، هذا اللي يقوده سابق الآن قطاع المواد الأساسية. بس في نفس الوقت تعال اتفرج من بعيد، القطاع صحح 50 فيبو وارتد منها ومن قمة 2018. 2، القطاع الآن يتداول عند فوق متوسط 50، يعني شوفوا نحن برضو في المواد الأساسية قريب قاعين متجاورين ومدعومين بمتوسط 50، يقرأ متوسط 50 6113، واليوم القطاع يقرأ 6388، يعني عندنا حوالي قريبا 260 نقطة عشان نوصل للمتوسط. طبعا كسر المتوسط حيكون سيء للغاية أكثر، لأنه ممكن يقودنا إلى 61 فيبو قاع القناة، يعني ممكن لا سمح الله لو كسرنا 50 ممكن نروح كده ونوصل إلى هذه المواصيل، وهذا حيأثر على أسهم القطاع. يعني هذا السلوك مأثر على أسهم القطاع، وممكن العكس يا شباب، زي لما قلنا قاعين متجاورين، معناه هذا ممكن قطاع المواد الأساسية يحترم قمة 2018، يحترم متوسط 50، يكتفي بالخمسين فيبو تصحيح، ويجيك الشهر يسوي لك وتد زي الوتد اللي سواه في سهم 7، ويجيك بعدين يخترق ويطرق الأسهم منكم ويتوكل على الله. لذلك تجد في تشابه كبير في سلوك أسلاك وسلوك الحديد برضو مع مؤشر القطاع وسلوك شركات البتروكيميكال. شايفين الحساسية اللي نحن فيها؟ يعني السلبية موجودة، لكن وين السلبية دي؟ في قيعان سابقة، حتى قاع البولينجر على الشهري كم يقرأ؟ شوف 6297، هذا اللي مصعب القرارات الآن. لكن أنا أقول كيف نسهلها على نفسنا القرارات؟ اللي في وسط القطاع قلنا وخسران وخسارة وتجاوزت حدود وقف الخسارة يقفل الشاشة ويروح، اللي ما يعرف يفرنك ويدخل من تحت يلعب اللعبة دي يروح. اللي يبغى يشتري لا تشتروا حتى تتأكدوا من عكس اتجاه وأمور زي كده. ما دام انتوا حتدخلوا ادخلوا على زي ما يقولوا على شيء واضح قدامكم فنيا مع مرور الوقت والزمن. ونسأل الله لملاك القطاع التوفيق.